يا ربيع انت نايم، فيك هنا ليه يا عم يا ربيع انت نايم؟ ليه ما جاش يا ربيع؟ ليه نايم يا عم يا ربيع؟ نايم ليه ما جيتش؟ ليه نايم؟ شيخ احمد فين يا ولاد؟ ما جاش دروب الشيخ احمد؟ ايوه الشيخ احمد. ايوه خد يا انت واقف جنبي تعمل ايه؟ حرص خد يا تعال جاي. جاي تعال اقعد جنبي يا ولدي، تعال جاي. ماشي ايه الدنيا؟ تمام اقعد. اه من متى واقف انت هنا؟ ضغط. اقعد بعيد من النخله يا تعال جاي. ضغط. ضغط. ضغط جيت؟ ايوه جاي من البلد؟ جاي من البلد. وايه اخبار عيالي هناك في البلد؟ تمام تمام العيال؟ تمام. احسن حد الشاكل ولا حد يعمل له حكاية؟ لا صح. قال الواد كريم قال حد كلمه احسن. ايوه مين كلموه؟ عيالك. ايوه عيالنا مين كلمهم؟ دولة. دولة مين؟ اوعى يكون عيال البطيخ. عيال البطيخ مالهم يا عيال البطيخ ياد؟ قتلوا. قتلوا مين؟ امهم. عيال اللي قتلوا ولا عيال اللي ضربوا ياد ولا ضربوا؟ لا قتلوا. عيال البطيخ قتلوا عيالي؟ ايوه. احسن نتعور قوي؟ لا. طب ايه اعمل في عيال البطيخ دول يا اولاد انا؟ اكسرهم كلهم؟ كسرهم. يقول لك الحاج ربيع افترع على الغلابه. ايوه. يعني لو قعدت ساكت الناس حتعايرنا. لو مسكتهم كسرتهم اصلا عيال البطيخ هيقول لك الحاج ربيع افترع. اقتلوه. طب ايه نعمل يا اولاد؟ اقتلوه. نقتل مين؟ يا البطيخه. يا البطيخه حنقتلهم؟ ايوه. والله كلامك صح يا شيخ احمد، انت راجل طيب وراجل بركه. اللي زي دول هم نعور الواد احسن كسروا دراعه ياه. لا بسيطه. بسيطه؟ ايوه. يبقى انا لازم ودي البطيخ دي اتلافى ودنه الليله دي. ماشي. لازم ودنه دي اتلافاها عشان اعلم عليه. لفاها. هنبقى ملطشة للناس يا شيخ احمد؟ لا. ينفع الكلام ده؟ لا. لما علم عليه انا بدي البطيخ هذا ولا بدي البطيخ؟ ايه. واتلافى ودنه كل ما يصحى في المرايه يبص يلقى نفسه بودن واحده والثانيه ما قعداش. يعرف الحاج ربيع الله حقه في الدنيا. اه. هنبقى ملطشة على الناس يا شيخ احمد؟ لا. انت خبار النهارده ايه حكايتك؟ اللي قاعد. قاعد فين؟ فروجي. ها؟ بطيخة. ايه بيقول ده؟ عاوز لهم ترجم الشيخ احمد. بس راجل بركة. لا يا شيخ احمد انت راجل من الناس الطيبة انت. حبيب انت. بحبك. خلي بالك انا بتفاول بيك يا شيخ احمد. والله لما بتاجي يا شيخ احمد وتقعد معايا في الزر. بالصلاة على النبي القصب بينام فوق بعض. ما اعرفش عاد حظ بيجي معي ولا انت بركه صح؟ نعم. بركه انت؟ بركه. الله هي. الله. سبحان الله. انا اشوف مين بيرن علي يا بركه. اي زياده. الو. الو. هذا زياد. زياد انا قاعد في. زياد انا في جنينه الليمون ياد من قبلي. يا جوا انا في جنينة الليمون. ننزل ننزل من عجيسة خش لي جوا عند الليمون. مخه عطلان زياد ده ولا ايه وضعه بالضبط؟ مخه عطلان. وانا كل اللي بمشي معاهم مخاخهم عطلانة. مكانتهم بايظة. مكانتهم بايظة؟ والله انا خايف اصحى الصبح القى نفسي مخي عطلان بيجي زيكم. والله العظيم مش بان عاشر القوم صار منهم. ممكن بكره الصبح اصحى ده الشيخ احمد القى نفسي عطلان زي كده برضه؟ ليه؟ لا. طب قدر لو لقيت نفسي عطلان اصلح فين انا؟ اه لما فيش توكيل حيقبلنا. طيب ما تضحك. وين اليمن دي؟ في حضر اليمن دي يا شيخ احمد؟ لا فيه. فين الحضر النهارده؟ عند فيه فرحان. يا راي صلي على النبي. الله. عمك فرحان النهارده عنده حضره؟ اي صلي على النبي. كثير الفتت معاكم اليمن دي، حيصانه اخر هيصره. اي كثير.
كل يوم مقضينا على الطواجن والحوم والحاجات اللي بيعملوها دي، هذا حاجة حلوة خالص. ألو يا راجل يا زياد، بنقول لك عند الليمون، انت مخك عطلان يا ابوي. عند الليمون، يلا تعال عاد خلص، يلا سلام سلام، يلا تعال يا زياد، يلا عاد اخلص. ها معي الشيخ احمد، سلام. ايه ده يا ابوي ده؟ كله اللي متعرف عليهم، انا مخاخ وتعبانة. ايه يا زياد، صباح الله بركات. ايه الحكاية يا زياد؟ ها باقي صغار عطلان تقعد جنبه ده؟ ده عطلان؟ ها والله عارف ده؟ للناس دي حتكون سبب في دخولنا الجنة يا زياد. انت ما بتحب انت بتاخذ مني اللحمة البيضة، بتاخذ مني اللحمة الحمراء، بتدي له اللحمة البيضة. اسكت، ما بيحبش الأحمر هو، بتحب الحمراء انت يا شيخ أحمد؟ لا بقعد جنبي ده، لما يكون في فتة ولا في ناد بقعد جنبي. ياكل الأبيض يا شيخ أحمد؟ أعملوا له عملية هنا. الأحمر وحش، وحش على صحتك يا شيخ أحمد. أول ما تقعد يا شيخ أحمد ويرزعك بالنايب والرأي بيفرق، تديني الحمراء. ماي ها الحمراء دي تتعبك، ولا البيضة؟ البيضة صبية لي. ماي عشان كان البيضة بتخليني أسهل يا ولدي، بتخليني أسهل البيضة. تمام تمام تمام. هكذا. وأنت ليه ده؟ ياد ما عرفش سجارة الليمون يا؟ ما عرفاش يا أخي، بطرت راسك أنا. أنت راسك وجعاك؟ كلت راسي من طوال يا قليل الأدب. أمك اسمها رجب. أمي اسمها توحيدة. اسمها رجب. طيب هتتعدل معي انت اليومين دول؟ مش هتتعدل معاي عشان انت اليومين دي منفضي. حلق لي انت، تحلق لي الحج ربيع يا زياد. اقول لك الحج ربيع وحلق لي ما حلقليش. النهارده طلعت خربت حاجه، اطلعها عليك النهارده. اقعد اقعد يا ولد، اقعد هوايل تتعبى في شكاير. انا هوايل تتعبى في شكاير؟ تسكن عم ربيع، واحد مغطي على الفتح. حبيتها جوا قلبي وهنيتها، واسمع الموال حج ربيع. انت عامل زي سيارة انت وحمو الهبل. كان حمو هبال، انت البرج معاك ضايع. الله العظيم انا حد رباني، انا حد رباني.